هنا في ريف دمشق أميال قليلة تفصلنا عن هذا الميتم الذي زاره بشار الأسد في دير سيدة صيدنايا عشية ذكرى الميلاد. هذه الرقعة التي تقطن بها أكثرية مسيحية يقع سجن صيدنايا السياسي. هذا السجن الذي دخله معظم المعارضين السياسيين السوريين الذين اعتقلهم نظام الأسد، وفيه ارتكبت مجزرة مروعة بحق السجناء عام 2008. إنه السجن الشهير الذي سرق ذاكرة يملأها جمال هذه المدينة التاريخية التي ترسم معالم سوريا القديمة. ووضع مكانها ذاكرة باتت تغص بالاعتقال والتعذيب والموت. ربما لم يحن الوقت لمعرفة نية النظام وسبب اختيار منطقة مسيحية لبناء أخطر سجن سياسي في هذه المنطقة، لكن ثمة لغز يخفيه هذا الترحيب الحار بالأسد من قبل الراهبات أو غيرهن من المسيحيين والمسيحيات. قد يفسر هذا اللغز بالخوف من تنكيل النظام السوري بالمؤسسات الدينية والقائمين عليها، والذي دأب عليه منذ وصوله إلى السلطة. ترحيباً بأول أيام العيد المبارك. حالة تماثل تماماً ما فعله ويفعله رجال الدين الإسلامي في سوريا، بدءاً بالمفتي العام، مروراً بأبرز الشخصيات الإسلامية ومنهم محمد سعيد رمضان البوطي، وصولاً إلى أئمة المساجد الذين لا يزالون يقطنون بأماكن وجود النظام. هنا في حلب أيضاً، وتحديداً في حي العزيزية المسيحي، يبتهج بعض المسيحيين فرحاً بدخول قوات الأسد والميليشيات الشيعية أحياء حلب الشرقية بعد تدميرها تماماً بكل أنواع الأسلحة وتهجير أهلها. هنا في هذا الحي ثمة قصة حول جامع التوحيد الذي بني سنة 1980 بين كنيسة الكلدان وكنيسة الصليب المقدس، وسماه العامة حين ذاك جامع الجكارة، وهي كلمة عامية تعني التحدي. سمي بذلك نظرا إلى بنائه بين الكنائس، ولم يعلم يقينا بأن النظام قصد من بناء الجامع إثارة فتنة طائفية خفية بين المسيحيين والمسلمين، لا سيما أنه هو الذي يمنح الترخيص لإقامة المساجد والكنائس، وهو الذي منح الترخيص لبناء الجامع في ذلك الوقت الذي عاشت فيه حلب سطوة أمنية وعسكرية لمواجهة أي مظاهر أو تحركات إسلامية.